فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ الشهير القدير والحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى سنة 64، برحب بسيادتك في صفحة جديدة من الأوتوغراف. أهلا وسهلا، مرحبا. فضيلة الشيخ، في تصوري أنه خير ما نستهل به هذه الحلقة، وده قطعا إجماع آراء، آيات من القرآن الكريم، فسيادتك تتفضل وتقرأ علينا بعض هذه الآيات. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، إمتى بدأت القراءة كمحترف قراءة؟ من كم سنة؟ من سنة 25. طب امتى الناس عرفتك كالشيخ مصطفى اسماعيل اللي كل الناس بتحرص على سماع تلاوته لآيات القرآن الكريم؟ كنت ساكن في طنطا، وبعدين مشهور في طنطا ومشهور في جوار طنطا فقط، يعني اروح المنصورة، اروح المحلة، اروح دمنهور، اسكندرية، كده كنت في الوجه البحري فقط. وبعدين أنا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي إحنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الدويدية، ليلة 40. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين، وناس مثل عم شرف فتاح الشاشاعي وسيدنا الشيخ السيسي والشيخ رفعت والجماعة. قال لي يا سيدي إحنا حرين، اتفضل تعالى. ورحت هناك مصر، وطبعا انا داخل مصر لان مصر دي بلد يعني لسه ما خدتش عليها وهايب منها لانها سميعه، والحته دي بتاعه الدوديه دي لان كنت انا بروحها لنا قرايب فيها كده، والاقي جماعه قاعدين كده يعني في القهاوي بيضربوا عود وبتاعوا كذا كده، كنت هايب شويه منها. وفي الليله دي ربنا يتجلى عليا، وربنا هو عاوز كده. وحضر في الليلة دي سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى، وكانوا دول من الملحنين الكبار، كانوا يعني يجالسوا أم كلثوم وعبد الوهاب وكمال الطويل وكل ده، لهم كلهم كانوا بيتلقوا عليه يعني برضو بياخدوا منه يعني. وبعدين قعد يعني سمع، وجاء قال لي كده يا ابني، قاموا في وسط الناس قال لهم اسمعوا يا مصر، هذا الرجل لسه ما قلتش حد، لان احنا بنسمع منه حاجه الان ما سمعناها قبله، وبعدين احنا ما نعرفش اللي جاي ايه، انما دي حاجه كويسه قوي وخامه كويسه قوي، وان شاء الله له مستقبل كبير. وبعد ما خلصت قعدت جنبه، وصاني وصيه وقال لي لا تنحرف، لا تمشي مشي كذا ولا كذا، رحمة الله عليه، وكان رجل طيب جدا وبشرني بخير. جيت أنا سافرت طنطا، وجه بعد أسبوع بالضبط جاني ميتم تاني. الميتم الأولاني كان عندي جماعة الحمصاني،
الميتم التاني كان عندي جماعة واحد اسمه خميس. واحد اسمه خميس كان مسجل حتى للشيخ رفعت التسجيلات وخدوها منه. فلما توفى بعتوا لي، كانت ليلة 40 برضو. رحت الليلة دي بقى بصيت لقيت جميع مشايخ مصر هم اللي حاضرين في الليلة دي، لأن الليلة الأولى عملت يعني، ما هو لما ربنا بيفتح بيجيب السبب. فالليلة دي بالذات أخدت يعني مرحلة، كانت هي بقى صباح الصبحية قالوا احنا سمعنا ذات كذا وكذا وكذا. جت اشتركت في رابطة القراء، هم عملوا ليلة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا الحسين، والإزاحة كانت موجودة. ورحت قالت لي جواب، ردت عليهم بالقبول وعملوا ترتيبي في البرنامج. أبتدي الحفلة الساعة كذا، وبعدين رحت قرأت الليلة دي، وكانت فيها الفتوح الكبير خالص خالص. هي دي بقى سبب الفتوح ونقلي من مرحلة إلى مرحلة كويسة. فاللي سمع في الليلة دي مين؟ مراد باشا محسن، كان ناظر الخاصة الملكية الأول، وكان سميع. لما أنا رحت له بقى قاعد يقول لي كان الشيخ فلان بيقرأ وكذا، فبعت قال لهم اتكلم في الإذاعة، قال لهم مين اللي كان بيقرأ؟ قالوا له والله في واحد اسمه الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان هو من طنطا. فبعت جابني لأول مرة بخش السرايا، كنت هايب وجيت على الباب، لا كان معايا عربية ولا حاجة، وقفت كده قدام العسكر. وبعدين قلت لهم انا عايز اقابل مراد باشا محسن كده على طول. قالوا لي ازاي تقابله ازاي؟ قلت لهم انا عايز اقابله. قالوا لي عايزه ليه؟ قلت لهم والله هو بعت لي. قال لي بعت لك مع مين؟ قلت لهم بعت لي عند المدير، مدير الغربية. كلم مدير الغربية قال له بحثت عن الشيخ مصطفى اسماعيل وبعتوا لي. فالتقوا الحكاية يعني كلام كده، فاخدوني قعدوني وضربوا تليفون للسكرتارية بتاعت مراد باشا محسن، قالوا له في هنا واحد اسمه الشيخ مصطفى اسماعيل هاته. طيب قال لهم تخليه يطلع. طلعت له، قال لي انت ازاي قاعد في طنطا؟ طنطا دي ايه؟ شايلها سيد نعم. انما يا ابني انت قاعد حابس نفسك ليه؟ تعال مصر هنا. قلت له والله يا سيدي انا لو جيت مصر هنا هتوه. قال لي ازاي؟ قلت له أتوه لأني أنا عاوز. قال لي لا، أنت لازم تيجي مصر. طيب إحنا عاوزينك تيجي في الذكرى بتاع الملك فؤاد، وهي توافق 28 إبريل. وكتبت عقد، كتبنا عقد ورقة كده هو، ومضيت عليها أني أحضر في الليلة دي. وجيت حضرت في الليلة دي. بعد منها كان ملك إيران، شاه إيران كان في البتاع ده هو، وعملوا له 40. فبعد جابني برضه، وبعدين طلبني في رمضان ورحت ل 60 وقرأت في الإذاعة بقى عالميا، وكانت هي الشهرة وربنا أكرمنا. طب حضرتك ما قلتليش، هل البداية بدايتك للقراءة أو في القراءة كانت بناء على تخطيط معين، ولا كانت مجرد صدفة يا فضيلة الشيخ؟ والله إحنا عندنا في الأرياف لما يكونوا مستغنيين عن ولد من أولادهم، يعني ما همش عاوزينه في الغيط، ما همش عاوزينه هنا، فبيودوه الكتاب. فأنا رحت الكتاب اللي بتاع سيدنا، وأبويا خدني وقال له روح خد ده سيدنا حفظه القرآن. قال له أهلا وسهلا وخدني، وابتدأت في تلاوة القرآن. يعني قعدنا ان نحفظ بقى، ويعلمني ألف ب ت س لغاية ما حفظتها، وبعدين الأبجدية، وبعدين كذا وكذا، وبعدين مشينا في البتاع وحفظت القرآن شوية، وبقيت لغاية يعني ربع القرآن كده. بقيت أنا أقعد أسمع مثلا لما يكون فيه ميتم في البلد، يقوم يجيبوا واحد صييط من طنطا يقرأ، أقوم أنا أروح أستمع إليه كده وأقعد شوية جنبه كده،
وبعدين انا داخل قعدت اقلده، اقعد يعني اقرا زي ما بيقرا هو، مش اقرا زي هو ما كان بيقول، بس انا يعني اقلده في التلاوه، يعني اتلي قران. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جيت خشيت رحت الكتاب وسيدنا ما كانش موجود، قعدت اقرا للاولاد العيال وانا قايل معاهم واقول الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه، زي ما بقولها دلوقتي زي ما بقولها الان. سيدنا كان بره استمع وبعدين قال يا مين يا ولادي اللي بيقرا ده؟ قالوا ده مصطفى. قال يا ولدي تعالى يا ابني، يا ولد انت كويس قوي وانت هيبقالك مستقبل كبير، ولما خلصنا صرفنا العصر بصيت لقيته جاي البيت لجدي. ما هو جدي زمان كان هو رئيس العيله، يعني العيله بتاعتنا اولاده واحنا اولاد اولاده وهو الرئيس. ابوي عاوز حاجه بيقول له يابا هات، وانا عاوز حاجه بقول له يا جدي هات. لا الواحد بيقول يا سيدي هات، لا ونقول يا سيدي، وكنا نقول يا سيدي برضه، بس دلوقتي بقى يعني جدي بدل سيدي. ف قال له يابا الحاج، قال له نعم، قال له ابني ابنك ده هيكون مقرئ الملوك، حافظ عليه. يعني سيدنا كان بركه، كانوا ناس بيكلموا بي 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 يعني كده اهو، يعني اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فقال له ده صوته جميل جدا وكويس، قال لي اقرا لنا شويه، قعدت اقرا شويه، انبسط جدي واعتنى بي جدي من هذا الوقت. فمشينا على طول، وبقى هو بقى يعني اكلني حتى اكل مخصوص معاه، ما هو جدي كان له اكل مخصوص والعيله لها اكل مخصوص، كان هو ياخدني اكله اياه. واعتنى بي جدا وقال لي سيدنا يا سيدنا يعني ابيه وحفظه القران. خلصت القران وقال لي طيب عايزين نحفظك القراءات، في واحد في بلدنا اسمه، وسيدنا ده كان اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن ابو العينين رحمه الله عليه، في واحد تاني للقراءات اسمه الشيخ محمود حشيش. فروحت عنده حفظت الشاطبيه وقرات عليه القراءات السبع وخلصت. فسيدنا الشيخ ادريس فاخر كان راخر من العلماء، قال له هاتوا لي علشان احفظه شويه ختمتين وبتاع. فخدنا عنده، وبعدين رحت طنطا مع جدي، دخلنا جامع نصلي الظهر، قال لي اقرا عشر، واحد قاعد ويانا وقال له ليه انت 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 عاوزه؟ قال له لا، قال له دخلوا المعهد الاحمدي، قال له اهو عندك خده. قمنا رايحين على المعهد الاحمدي، جبنا الاستماره وملناها وقدمناها وقبلوا. ودخلت شويه في الازهر، ودي بقى اللي هي اللي كانت يعني البدايه وربنا اكرم. طب فضلت الشيخ ما اتجهتش ابدا الى التواشيح، كان دايما قران كريم بس ايات والله شوف انا طول حياتي يعني ما عنديش غيه أقولها أبدا إلا تلاوة القرآن، كنت أحب دايما القرآن وأحب تلاوة القرآن، ولا اتجهتش اتجاه تاني. حتى جدي كان يشوف لما يجي طنطا يشوف الكتب بتاعتي، ما كانش بيقرأ ولا يكتب يعني، بس يقول لواحد شوف لي دول إيه، يلاقيها علم، يقول لي اوعى تغني اوعى تمشي اوعى تعمل كذا. أنا لسه كنت أسأل فضيلتك ما فكرتش بما إن صوتك كان جميل وكان ملفت للنظر في صباك انك تتجه الى الغناء بدل ما تتجه الى القراءه؟ لا لا، اللي كان كله المشهور في الارياف وكله قران الكريم، كنت دايما غاوي القران الكريم، ما اتجهتش ولا فكرت في يوم من الايام ان انا يعني اتجه للغناء ابدا. طب ما فكرتش ان تحترف عمل اي عمل اخر وتكون القراءه مجرد هوايه؟ يعني ايه اللي دعاك الى احتراف القراءه اصلا؟ ما اصل ما عليش مسؤوليه، لا حد عاوز، ولا تزوجت ولا حاجة ولا شيء، ولا حد عايز مني لحاجة ولا محتاجة اتجه لي. احنا كنا في عيلة ومبسوطين والحمد لله، وكانت يعني كده، وما اتجهتش الى اي حاجة تانية بالمرة. في لغاية اللي فيش غير القرآن، هو ده اللي انا يعني غويته. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل، اثير من حوالي شهرين
موضوع الاسطوانات والشرائط اللي بتحتكرها شركات معينة، بحيث انه زي ما في حالة المطربين شركة معينة بتحتكر صوت معين، نفس الوضع يحصل بالنسبة للمقرئين لقارئ القرآن. فإيه رأيك في هذه القضية بصفة عامة؟ مش احتكار صوت، هو إذا كان في عقد الناس بيتمسكوا القانون بقى يقول لك كذا وكذا. إنما أنا اللي أنا شفته الأيام دي كان الشيخ عبد الباسط متفق مع اسطوانات، مع واحد عمل له اسطوانات وبعدين يظهر سجل للناس تانيين فاشتكاه في المحكمة، وبعدين المحكمة إدت الحق للشيخ عبد الباسط وقالوا ممنوع احتكار الأصوات. وقبل كده يظهر كانت كمان وردة الجزائرية وكذا. كان الأستاذ عبد الوهاب عنده لي أشرطها وبتاعه وعايز يسجلها وأنا عاوز أسجلها له، بس بشفق عليه لأنه الناس بيخدم من الإذاعات ويسجلوا تسجيلات ويسجلوا تسجيلات ورايحين يروحوا يعملوها، فأنا خايف للتسجيلات دي تحصل يكونوا الناس اشتروا منهم وبتاعه كذا. وإنما إن شاء الله برضو أنا عايز هسجل إن شاء الله مع الأستاذ عبد الوهاب الأشرطة اللي عنده. ايه رأي حضرتك بهذه المناسبة في صوت الأستاذ عبد الوهاب كقارئ للقرآن الكريم؟ والله أنا سمعته قرأ الضحى، كان ممتاز. وكان المهم ايه؟ المهم أنه قرأ القرآن كأنه مجود الصورة وحافظها تمام، والغنة والمادة كويسة، وكان يعني ماشي كويس. الأستاذ عبد الوهاب ودي مش حرفته. أي طبعا مش حرفته. طيب كتر خير واللي هو قال كده وقال يعني الحاجات دي يعني. طيب صوت مين يا فضيلة الشيخ من الأصوات الموجودة النهاردة في عالم الطرب بتسمحها وبتقول هذا الصوت يصلح لتلاوة القرآن الكريم؟ والله أنا أقول لك، أنا سمعت الأستاذ محمد إنديل، صوت قوي، صوت حلو. ده متهيلي لو قرأ قرآن متهيلي بأنه ممكن يعني يبقى كويس أوي، لأنه إذا كان هو غاوي من قبل كده، لأن المغنى ويجي يتلقى قرآن هتبقى مش يعني، لازم يكون هو غاوي بيقرأ ومحترف المغنى، إنما يكون بيقرأ في البداية ومبسوط كده وبتاع، فدي يعني تخليه هو لو قرأ يبقى كويس أوي. طب هنا بقى أسأل السؤال اللي كنت عايز أسأله فعلا من الأول. نعم. هل في تدريبات معينة بتقوم بها فضلتك باستمرار وبانتظام، ولا هي مدام صوتك حلو ومدام حافظ القرآن الكريم حفظ تام وكامل فهذا يكفي لتلاوته؟ والله أقول لحضرتك، أنا لما باجي يكون عندي ليلة، ما هو فيه ليالي وليالي، يعني ليالي تكون خفيفة المستمعين شوية كده وبتاع وخلاص، وفيه ليالي حرقة قوي، ليالي جامدة بتاعة الأحياء البلدية، ليلة يكون فيها مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم في أي بلد في أي جهة في أي حاجة، بيبقى المجموع يعني يمكن فيه 10,000 نسمة بيسمعوا، فدي بتخوفني يعني بعمل لها، مش خايف منهم، خايف لأن أنا بس بطلب من الله أقول يا رب قويني، يا رب أرضي الناس دول وأرضيك يا رب قبل كل قبلهم، بس أكون يعني ربنا يوفقني أن أرضي الناس دي، وأن أنا يعني خايف وأقعد على الدكة أبص للناس كده يعني أقول وفي نفسي أقرأ آيات وأقول اللهم اجعل يعني اللي ما أقرأه لي لا علي، وأقبل منا يا رب ما نقرأه وافتح علينا. ما فيش عندي، أنا بروح أنام الظهر أتغدى وأنام وأقوم في الليل ماشي كده على طول، لا تدريب ولا حاجة أبدا ولا شيء. طب هل كل أدائك عفوي؟ يعني ما بيحصلش إنك أنت وأنت بتقرأ القرآن الكريم وأثناء القراءة بتفكر إنه عند الآية الفلانية يبقى التجويد بالطريقة الفلانية؟ ما بيحصلش هذا، بيبقى الأداء عفوي من أول السورة لآخرها. شوف سيدي، نعم بقى اللي أنا أعرف يعني أقرأ منين. أولا القرآن له شروط،
أنك أنت لا تتلاعب في القرآن. طبعا التلاعب إيه؟ الناس بيفتكروا بأن الصوت الجميل أو صوت جميل وبيقول وبيطلع بالآية وبيقفل وبتاعه كذا، يفتكروا أنه بغني. لا، ده دي حلاوة صوت طلع فوق ونزل تحت وقفل كويس خلاص. إنما المهم أنك أنت تقرأه كما أنزل، يعني اللي الحروف اللي القاف بتطلع منين، يعني زي ما تقول إيه قاف من قاء الحلق، قاف اللام بتيجي منين، يجي اللسان على الجهة اليمين مع اللسة شوية لام من اليمين، إنما لو قلت على الشمال لام لا لا ما تعرفش تعوج لسانك تخسر الآية. لازم يكون عندك المام بالتجويد وبالحروف المضبوطة وبالوقف السليم وبالابتداء السليم، لدرجة أنك أنت لما تتلو وتمشي مضبوط في القراءة قول سيكا قول بياتي قول صبا قول أي نغمة في الدنيا قول زي ما أنت عاوز، ومحدش له عندك حاجة أبدا ما دامت الأحرف سليمة ومخارج الحروف سليمة والوقف سليم، ما حدش له عندك حاجة أبدا. واللي بيقولوا بأن بيغني وبيعمل وبيسوي دول كلام ناس لا تفهم شيء. طب فضلتك تقدم لنا مثال الآن بتلاوة لآية أو بعض آيات من القرآن الكريم بطريقة ثم بطريقة أخرى عشان تبين لي أو تبين للسادة المشاهدين إنه في فارق بين الأدائين أو بين الطريقتين، يعني نفس الآية أو آيات الله البينات وتقدمها لنا بصورتين أو بشكلين مختلفين. أنا هقرأ لك القرآن بالبياتي، نغمة بياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم، صدق الله. لحتي دي بياتي. نعم. انت عايز حاجة تانية؟ ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دي نغمة رزق. طب فضلت الشيخ في مثال ثالث ممكن لو سمحت؟ مثال؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح،
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دي سيك. المهم أن الناس لما تسمع قولة بياتي وسيك ورزد يقولوا ده كفر، يقولوا ايه ده، في سيكة في كذا في كذا، وطب ده السيكة دي في المغنى، اللي الرزد ده في المغنى، البتاع ده في المغنى. لا، انا لما جيت امتحنت علشان اكون قارئ صورة في الازهر، رحت امام سيدنا الشيخ علي الضباع، وكان في ذاك الوقت هو كان شيخ المقاري، فامتحني قال لي تعرف شيء من الموسيقى؟ قلت له نعم. قال لي تعرف ايه نغمة ايه ونغمة ايه وكذا كذا كذا، قال لي فتح الله عليك. وده كان راجل يعني راجل متبحر في القرآن، فاللي هي المسألة مش بس مخارج الحروف وضبط القرآن هو ده اللي المطلوب، انما بيقول من نغمة كذا ونغمة كذا وبتاع. ده مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكان بيقرأ أبو موسى الأشعري، كان مرة بيقرأ أمامه بس ما كانش فاهم بأن النبي موجود، وبعد ما خلص فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا سمعتك وأنا مبسوط منك. قال لو كنت أعلم بأنك موجود مثلا، ما معنى الحديث؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته لك تحسينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا القرآن بالصوت الحسن بأصواتكم، وحسنوا أصواتكم بالقرآن. طب الشيخ مصطفى اسماعيل هنا عايز أسأل سؤال. نعم. لو القارئ بيتلو آيات الله وبعدين بيجودها وبعدين بالغ شوية في التجويد فأصبح كأنه يغني غناء كامل وتام، هنا بيقال إنه ما بيبقاش محبب، فإيه الشروط أو الأصول الخاصة بالقراءة اللي بيها ما بنتجاوزهاش إلى غيرها أو إلى الغناء؟ يعني بيقولوا مثلا على حسب معلوماتي المتواضعة أن الكلمة يجب ألا تتجاوز مدة زمنية معينة، وإلا كانت عبارة عن غناء فعلا مش تلاوة قرآن. لا فندم، ده اللي الناس اللي بتسمعوا كده بتسمع منهم هذا الكلام دول مش فاهمين. زي ما قلت لسيادتك، هي التلاوة وقراءة القرآن ما يقدرش هو لا يأثر ولا يطول في آية بتيجي طويلة لأن الوقف لسه ما جاش، وإذا كان نفسه بيساعده ويجيب الوقف مظبوط، فإذا ما كانش بيساعده فبيقف عند أي كلمة ويبتدي يخلص الجواب يعني يخلص آخر الآية. وبعدين اللي بيقوله بأنه بيغني وبتاع ده، هذا كلام ما تسمعوش أبدا، وأنا بقولها علنا، وانا بقولها دلوقتي، ولحين يسمعوا الازهر هيسمعوا العلماء، اللي عاوز يقول لي اي كلام يوجهه لي انا شخصيا او يبعث لي ويقول لي انت قلت كيف وكيف غلط. طب فضلت الشيخ، بمن تأثرت يعني هذه القراءة؟ تأثرت فيها بمين؟ مين معين بالذات كنت بتسمع تلاوته وقراءته ووجدت انها اسلم الطرق واجملها؟ مش تقليد زي ما احنا قلنا في بداية الكلام، ولكن نوع من انواع التأثير. شوف يا سيدي، انا من زمان بسمع، كنت في طنطا، وكان فيه في طنطا قراء كثيرين، ناس طيبين وناس كويسين، وكانوا اخرهم مثل الشيخ رحمة الله عليه الحاج محمد سعودي، مثل الشيخ شفيق ابو شهبة، سيدنا الشيخ محمد عامر، سيدنا الشيخ محمد الشرقاوي، سيدنا الشيخ عوض، كانوا كل دول قراء كويسين، وكنت انا عصرتهم شويه بقيت اقرا معاهم، انما ما تاثرتش بحد. طيب قارئك المفضل النهارده مين؟ والله اخواننا كويسين كلهم، اللي بيقرا كويس الشيخ عبد الباسط، الشيخ علي البنا،
محمود علي البنا، الشيخ أبو العينين شايشة، كل دول يعني كويسين. طب لو طلبت من فضلتك أنك تقول لي ما يميز كل منهم عن الآخر؟ والله الشيخ عبد الباسط قرآن سليم كويس، صوت حلو. الشيخ أبو العينين كذلك، بس يا أولاده ما بيجيبونوش ليه الحاجات القديمة بتاعته، لأنه كان تعب شوية، وبعدين بيجيبوله الشيء اللي هو تعبان فيه. إنما لما يجيبوله الأشرطة القديمة تسمع منه كويس. الشيخ محمود علي البنا بيقرأ كويس الآخر، ويعني كلهم كويسين. طب لو قلت الفارق بين الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد في القراءة، يبقى أساسا في إيه؟ لا دي في يعني معناها اللي يعني الفارق بينه وبينه إيه؟ ما هو بيتلو قرآن وأنا بيتلو قرآن طبعا. فيعني هو بقى المستمعين، هنا المستمعين هم اللي ونداك توجه لهم هذا السؤال. خلي بال سيادتك، يعني المستمعين، انما انا اللي هقول لك انا الفرق بينه وبينه كذا او بينه كذا، ما اقدرش اقول. طب وتلاميذك مين؟ والله اقول لسيادتك اخواننا كلهم كويسين، كلهم الحمد لله يعني كويسين، وكلهم ولادي وانا بعتز بهم يعني. طب ما فيش شك ان كل واحد منهم سواء كان من زملائك او من تلاميذك له درجات معينة او طبقات معينة في صوته حسب امكانياته الشخصية. فلو بينت لي الفارق بعد اذنك يا فضيلة الشيخ بين قارئ وقارئ حسب طبقات صوته في التلاوة، تقول لي في واحد صوته جميل وقرآن مظبوط، في واحد صوته حلو وقرآنه مش مظبوط. يعني ايه قرآنه مش مظبوط؟ يعني الحروف مكسرة، ما بيقولش مثلا يعني الحروف بتاعته مش مظبوطة، ما بيقفش الوقف السليم، بيسيب الوقف السليم وبيروح لغيره. وفيه واحد مثلا صوته يعني مش قوي، انما فنان وبيقول كويس وحروف مظبوطة، دي هو أحسن. لكن من حيث قوة الصوت وطبقات ودرجات الصوت، يعني حضرتك كنت بتقول بيعلى ويوطى بالصوت، درجات العلو، هذا الارتفاع بالصوت له مدى معين وله حدود. فالتمثيل هنا يكون ازاي؟ هو ما يقدرش اذا ما كانش عنده دراية بالفن، والنغمة دي ايه والنغمة دي ايه، ولح يطلع يبتدئ من نغمة كذا ويطلع الى كذا ويروح الى كذا، ما يعرفش يجيب طبقات فوق وما يعرفش يجيب طبقات عالية. يقوم يعمل ايه؟ ما ده اللي انا عايزه. لازم يكون عنده دراية، مثلا فيه النغمة بيكون مثلا منها كده، وبعدين يقوم طالع شوية مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. لأنه هو صدق الله العظيم، لأنه هو لما يقرأ ويقول يعني كده يعني. وبعدين في واحد مثلا يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لما عرفش المقام اللي هو طالع منه، لازم يكون عنده إلمام بالفن حتى أنه يبتدئ ابتداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ ويقول، وبعدين يطلع شوية 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 لما يمسك المقام بتاعه، يمسك الزمام بتاع اللي صوته ويقول. طيب فضيلة الشيخ، كان قيل مرة وأذكر أنه كان على لسان الموسيقار الكبير الأستاذ عبد الوهاب أنه كبار الملحنين وكبار المطربين بيتأثروا تأثير مباشر بالقرآن الكريم، وده متهيألي حاجة حضرتك هتوافقني عليها وهتوافقوا عليها. لكن لو قلنا أنه الملحن أو المطرب
عند تأثره بالقرآن الكريم وبقراءة القرآن الكريم أحيانا بلا شعور بنلاقيه بيقول في غناه نفس اللي اتقال في القرآن الكريم أو في التلاوة والقراءة بالتحديد. فهل توافقني على هذا وتقدر تديني أمثلة لذلك؟ أنا لما جيت مصر قعدت جنب الفنانين اللي هم السميع القدامى، قالوا لي داود حسني أنا ما شفتوش بيقول ما دام القرآن باق ويتلى لن تضيع الموسيقى الشرقية، لن تضيع. وبعدين اللي مسألة أن هم بياخدوا من المقرئين وبتاع ده جايز، لأن الملحن بعد ساعات يبقى قاعد عايز يلحن مفيش إلهام، تبص ليه زهق، خد بعضه وطلع، خد عربية ومشي في السكة وفي الطريق، مشي كده علشان يستلهم الإلهام. جايز واحد بينادي وبيقول مثلا كذا ولا كذا ولا كذا ياخد إلهام منه، مش هم بيتعلموا من القارئ. يا القارئ لما بيقرأ بيأتي بحاجات بدون ما يشعر، دي يمكن عبد الوهاب لو سمعها يحطها في المزيكا بتاعته. وانا سمعت منه قال لي مثلا يعني لما كان يظلمني كان لحنها رياض السنباطي، وانا كنت عنده قلت له يعني الجركة دي مش بذمتك انا بقولها، قال لي ايوه انا باخد منك احط في المزيكا بتاعتي. يعني الراجل ما بيقولش حتى. طب يا ريت ودي... فضلت الشيخ تديني مثال بقى لهذا. يعني مثلا بس مش فاهم انا الحته بتاعت ظالمني كذا كذا كانت نغمه الجركه. ايوه وانا بقول ارتجالي الان لاني انا بتديني حته صغيره مش عارف صوتي بيطلع ازاي، ربنا يكرمنا. ايوه سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا ظالمني بس يعني كلامنا يكون خفيف، ما يفتكروش بقى ان احنا عايزين نجيب مغنى على القرآن، بس انت بتقول لي بين لي يعني زي ايه. فانا دي قلتها وبعدين بسأل كده، قال لي احنا يعني كلنا بنستلهم من القرآن الكريم. استاذ عبد الوهاب قال لي احنا بنستلهم من القرآن الكريم، يعني احنا ما عندناش يعني بعض ساعات ربنا بيتجلب كده وبعض ساعات نستلهم منك يعني، او مش مني ومن غيري، يعني مش مني انا لوحدي، جايز يكون واحد مش عارف يقول حاجة ابدا ولا بيقرأ كويس وكده، وانما بيكتب حاجة دي تتحط في المزيكا في الموسيقى بقى بتاعته، يعني يكتب حاجة يعني تكون غريبة. وأنا مرة من داخل جامع الشبان المسلمين في اسكندرية، وهناك عايز أصلي الجمعة والبيت بتاعنا قريب منه، فدخلت أصلي قعدت برا، كان في الصيف فرشين عصر كده، قعدت لقيت الشيخ بيقرأ واحد اسمه الشيخ محمد عيد، والله العظيم منتهى الجمال، ولا مشهور ولا حاجة أبدا ولا حاجة ولا شيء، وبيأتي بحاجات غريبة ما حدش قالها أبدا. فلما خلص جبته وجيت قلت له تعالى شوف محمد انت بتقول ايه؟ قال له يا مش عارف ايه وبتاع وايه، هو ابن بلد يعني لطيف وبين اصحاب، كل ما اشوف اقول له اقرا لنا شويه. طب حضرتك قلت لي حاجتين في اثناء كلامنا النهارده. نعم. قلت لي انك بتحرص لما بيكون عدد كبير قوي من المستمعين انك تاتي بافضل ما لديك. ايوه. فهل لما بتبقى بتقرا القران الكريم امام مايكروفون في استوديو من استوديوهات الاذاعه مثلا، نعم، ومفيش انسان واحد امامك، نعم، ولكن في اذان طبعا بتسمعك، الوضع بيختلف، تاثيرك او تاثرك مختلف؟ انا اذا قعدتني في استوديو وقلت اقرا
ما أتيش بشيء يرضيني أنا. جايز يرضي تسميها، إنما يرضيني أنا لا. إنما أعدني في وسط مصر جميعها وحطلي الميكروفونات قدامي وقولي اقرأ، بس يمهلوني ربع ساعة على ما أملك نفسي. إذن ودي كانت النقطة الثانية اللي كنت هتكلم فيها. إن حضرتك وإنت بتقرأ علينا النهاردة آيات الله البينات بتبقى ما وصلتش للدرجة اللي بيها بتنجلي زي ما لا ما وصلتش، لأن دي حاجة يعني بتيجي عفوا كده، لأن المسألة مش كده، لازم أربع ولازم أقعد كده شوية وأستلهم من الله سبحانه وتعالى القوة والقدرة وبعدين أقرأ، لأن يعني القراءة عايزة مجاوبة. أنا لما أقعد أقرأ في وسط ناس وقاعدين كده وساكتين كده أنا عارف أنا قلت إيه، ما بخلص الآية أنا عارف أنا عارف. إنما لما بيبقوا السماعة دين واحد مرة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد قال لي ما نفعتش من السماعة، قال لي دي عالية، كنت أنا بقى يعني علشان أكون حلي شوية بتاعنا قعدت كح شوية كده، وإن كانت ما فيش كحة قلت له اديني فنجال قهوة، جاب لي فنجال قهوة وبعدين قعدت. بعد ما قلت الناس يبصوا قالوا الشيخ إيه سلامتك، وده يقول لي سلامتك ولا لا سلامتك ولا حاجة، هي المسألة مسألة أنه هو قال لي ما نفعتش لأن أنا واثق منه. فابتدأت تاني، قال لي صح ماشي صح لا هتعرف تقول، ودي يعني حاجات تسميها هم اللي علموني أنا، لا أخدت عود ولا أنون ولا حاجة أبدا، أنا تعليمي تعليم سمع. السميعة كانوا يقعدوا قدامي ويقولوا لي يا سلام ده طلع من البياتي، راح صبر ايه ده طلع كذا ده طلع كذا طلع كذا، وبعدين اتعلمت افهم دي وافهم دي وافهم دي لغايه بقى ما اندمجت معاهم وعرفت. طب لما فضلت الشيخ بيبقى هو من السميعه، يعني لما الشيخ مصطفى اسماعيل بيشترك كعضو في لجنه تحكيم مسابقه من مسابقات قراءه القران الكريم، نعم، بتسمع وبتحكم ازاي على غيري يعني؟ نعم والله هم مره حطوني في لجنة، رئيس لجنة في التلفزيون، امتحن المشايخ واقيمهم واعرف ايه دي ودي. اولا اللي هم عاوزين يعني صوت ونمتحنه في القرآن، فيجي بقى اتفضل خش يا سيدي، يخش الاستوديو ويقرأ، انا عاوز صوت وعاوز يعني مش حافظ زي بعض، مش حافظ قوي مش حافظ شويه بتاع، لان التلفزيون عاوز ايات كده زي بعض. غيري كان اعضاء طبعا لا عايزين يمتحنوا في القران كله من اوله لاخره، كان كل واحد له راي، واحد عايز يمتحنوا في القران كله، واحد عايز يمتحن في اصوات جميله ومش حافظين، وفي صوت جميل وحافظين يعني. وبعدين اذا كان صوته جميل ولا بيكونش مجود، التجويد هنا عندنا الحروف والغن والمد وكذا وكذا، دي بتكون هي لها التأثير الكبير على حلاوة الصوت يبقى كويس. طب فضلتك اشتركت في أكثر من مسابقة في خارج جمهورية مصر، أيوة. منها على ما أذكر في ماليزيا، أيوة فندم. فدي هتخلينا نتكلم عن زياراتك للدول الإسلامية المختلفة ويمكن بعض الدول الغير إسلامية أيضا. فأهم انطباعاتك عن زياراتك لمعظم أنحاء العالم كان إيه يا فضيلة الشيخ؟ والله يا سيدي إحنا نشكر المسؤولين في مسألة أنهم كانوا بيبعثونا بعثات للخارج في رمضان. سنة من السنين طلبت في ماليزيا، أنا فاهم لأني لما أروح ماليزيا عيني قعدوني في جامع وأقعد أقرأ وناس تلمع حواليا ويقعدوا يسمعوا شوية قرآن وخلاص. أتاري دي فيه لجنة تحكيم وفيه استماع، ويعني عاوزين يكونوا يعني يعملوا توازن بين المشايخ ويفرزوهم الأول والثاني والثالث والرابع. فمن ضمني انا قرات شويه والملك بيكون موجود
والملكة بتكون موجودة ورئيس الوزراء كان أيامها تنجو عبد الرحمن وكبار البلد وقراء العالم الإسلامي كله كانوا بيبقوا حاضرين. وبعدين جه في الآخر بقى في آخر ليلة قالوا فيه بقى للاجنة التحكيم دخلونا أوضة محدش معانا إلا لجنة التحكيم وبياخدوا منا الورق وزي احنا ما بنقول فبيطلعوا. فجه قال قعدنا بقى نستمع حطلنا بتاع في ودننا وما نشوفش حد بره ابدا مين دي مين دي علشان ما يبقاش كده. فجت واحدة بنت بتقرأ قرآن كويسة قوي كان صوت جميل وأداء جميل فاعطناها كلنا. وبعد حتى ما خلصت صدق الله العظيم احنا قلنا البعض مني قالوا كلها كويسة فطلعت الأولى ودي يعني هناك دي لجنة التحكيم. وبعدين رحت اندونيسيا. طب انا هستأذنك هنا في وقفة قصيرة. نعم. مدام جبنا السيرة وبعدين نستأنف كلامنا عن زياراتك ورحلاتك. نعم. حضرتك قلت لي الفائزة الاولى كانت سيدة او فتاة. طب صوت المرأة ومدى صلاحيته لتلاوة ايات الله البينات يعني هنا بتؤكد فضيلتك انه صالح 100%. وكان في رأي تاني بيقول العكس فايه رأيك فعلا؟ مفيش مانع. ايه يعني صوت الرجل عورة للمرأة عورة مش معنى هم اذا هم ما اباحوا لأي حد يغني يبقى معناها ان دول يعني اذا الافتة بتاعت الازهر قالت بان صوتها هيغني او دي تغني او يقولوا لها يقولوا مثلا يدولها كلمتين في متحف الرسول تقولهم يقولوا مديح مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسمحوا لها يبقى من باب أولى يجيبوا أهل القرآن يقرأ اللي هم الحريم يعني. وبعدين يعني دول هم يعني في ناس يعني ربنا رزقها كده تقعد تكلم وكلام وسلام بدون أي دراسة. طيب. واحد يقول كلمة مش مدروسة وقبولها وخلاص. نعم. طيب يعني تجنبا للحكم النهاردة نعم. نستأنف حديثنا عن زيارتك. وبعدين رحت اندونيسيا احتفالات بقى دي بتاعت ماليزيا دي في استوديو مش في استوديو في ملعب كورة كل ده المدرج استاد العالم قاعدة كلها في المدرجات واحنا لنا مقصورة في الوسط كده لما تشوفها من بعيد كأنها قطعة ألماس قدام منا لمض دي تبتدئ دي تختم دي كذا يعني كده. وبعدين انت قاعد لوحدك تقرأ اي حاجة وبعدين تلاقي اللمبة بتاعت الختام يعني تولعت صدق الله العظيم على طول. وبعدين اندونيسيا دي روحت برضو بتقيت مهرجان الشوارع وبرضو الاستديو بتاع الملعب الكرة ده اسمه الاستاد مليان وده اكتر دي زوار وكلهم مسلمين وحبوا القرآن وكل واحد يقرأ شوية وكل الدول الإسلامية مدعو منها ناس ومحاضرين يعني ودي اللي هي اللي دول أهم بلدين بتذكرهم. أهم بلدين. طيب كم وسام وكم جائزة حصلت عليها من خلال زياراتك المختلفة للدول الإسلامية؟ انا يا سيدي لما رحت سوريا اعطوني وسام الاستحقاق الذهبي ولبنان ادوني وسام الاستحقاق وادوني وسام الارز من رتبة الضابط ووسام الارز من رتبة كوماندور. وبعدين دول دولتين زرتهم زرت كمان اسمها دي اسطنبول والعراق دول بيحتفل بالقرآن واسطنبول استقبلوني استقبال عظيم جدا وقابلوني في المطار مقابلة رسمية كويسة وخدوني في 50 عربية ورايا ونزلوني هناك في هيلتون وكان ورايا المخابرات هناك لأن هناك كانوا خايفين عليا لأن كان حرب وبتاع وكذا كده وكانوا سميعة يعني ما يعرفوش عربي يعني لما تيجي ما يعرفوش عربي انما بيخرج. طب ده هيجرنا فضيلة الشيخ للحديث عن موضوع تاني هام. نعم. اعرف فيه رأيك بعد اذنك. نعم. وهو موضوع اختلاف طريقة الاداء
من بلد إلى بلد باختلاف الجنسية. يعني إحنا بنسمع عندنا في التلفزيون الأذان، فبنلاقي الأذان من السعودية بطريقة، والأذان من جمهورية مصر بطريقة، ولعل الأذان من تونس مثلا بطريقة، وهكذا في كل دولة عربية أو دولة إسلامية. نعم. إيه السبب أو تفسيرك له؟ نعم. بقى دي زي ما قلت لسيادتك، واحد قاعد في وسط الدولة بتاعته، في وسط الدولة بتاعته، وبيقول يعني بيدن أذان ماهوش بتعليم. عندك السعودية مثلا الله أكبر الله أكبر، يعني بطريقة غريبة شوي. مصر مثلا الله أكبر الله أكبر مثلا، عندك اللهجات حسب ما طلعوا وهم صغيرين بيقولوا يعني. طب يا ترى أقدر أسمع منك بصوتك بأدائك بالطريقة اللي بتقولها دايما الأذان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أدي أذان الله. طيب فضلت الشيخ مصطفى إسماعيل، هسألك بعض الأسئلة البعيدة عن قراءة القرآن الكريم. نعم. هسألك مثلا في الأدب، أقول مين نجومك المفضلة أو الكتب غير الكتب الدينية اللي موجودة في مكتبتك في منزلك؟ طه حسين كان العقاد، يوسف السباعي كويس، رامي. طب ده في الأدب. في التمثيل يا فضلت الشيخ، في التمثيل مين نجومك المفضل؟ يوسف وهبي. أول ما عيني فتحت ورحت كده شفته ورتيته وهو ده يوسف وهبي، بس أنا آسف قوي لكون ما فيش ما بيجيبولوش حاجة. ليه ما بيجيبولوش حاجة؟ وليه ما بيجيبولوش يعني كده يعني؟ فلازم يكون يعني يجيبولو شيء حتى أن احنا يوسف وهبي، وكانت أمينة رزق، نجيب الريحاني، الحاجات دي اللي هم الناس اللي انا اول ما فتحت شفتهم. اخ القدير مصطفى اسماعيل الحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الاولى، مين نجومك المفضلة في الرياضة؟ والله انا يعني ما احفظش اسامي، لاني انا بحب اللعبة الحلوة. في اي لعبة؟ في الكرة. في الكرة. في الكرة. كرة القدم. بأكون أنا قاعد كده وأشوف مين اللي بيحط الكورة مظبوط، فده بقوم أقف وسقف له، لأني أنا بنبسط من وضع الكورة تكون في محلها، مش تيجي كده استروبيا، لازم تكون بفن، ولازم تكون لها يعني نظام. يجي مثلا واحد يديها له وواحد جدع يكون هو كده هو أم واضعها في الـ في الـ في الجون، يبقى مبسوط. وبعدين فيه يقوم بقى متلهوج وكذا وكذا، يقوم خبطها تيجي في الخشبة، تيجي في الجنب، تيجي في بتاع، تطلع كورنر ولا ما عارف بيقولوا عليه ايه. فدي انا بنبسط قوي من اللعبة الحلوة، بصرف النظر عن الفريق والنادي، عن النادي الزمالك او الاهلي او الترسانة او اي شيء قبل مرة. لكن ما فيش لاعب معين بالذات بيستهويك لعبه؟ والله كان فيه واحد في الاسماعيلية زمان اللي مات اسمه رضا، الله يرحمه رضا، ده كان بيعجبني، والفناجيلي كمان بيعجبني، وطه اسماعيل وشحته، يعني كل دول برضو احبهم يعني بيلعبوا كويس. طيب ونجومك المفضلة في الغناء يا فضيلة الشيخ؟ اولا الاستاذ عبد الوهاب ده مش فيه نزاع، ست ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، وبعدين يعني كل واحد برضو له بيجتهد في الدنيا وبيجتهد انه يقول كويس وبتاع ده، لان دول يعني هم اللي احب دايما اسمع عبد الوهاب، لانه بيقول بفن وبيأدي بيأدي النغمة، بيصفيها يعني بيصفيها وبيديها حقها، ويعني
يعجبني قوي. وبعدين طيب. الست ام كلثوم كمان يعني دي حاجه كويسه خالص، وانها يعني يعجبني فيها كان لما تيجي تطلع بتطلع كده يعني بدون تكليف وبتقول كده للناس كده وبتاع، فدي تعجبني بدون اي تكليف، هي بتشتغل كانت الله يرحمها، دي كانت تبسطني روحها قوي. طب ايه اغنيتك المفضله اليومين دول من الاغاني الحديثه؟ الحديثة؟ نعم. والله ما القديم معلش. طب القديم ايه؟ اسمع من عبد الوهاب كيلو بطرة. طب لو استأذنتك يا فضيلة الشيخ الليلة في انك بدل ما تقرأ علينا قرآن كريم وانت صاحب صوت جميل باجماع الاراء، انك تغني لنا كيلو بطرة بصوتك، تقبل؟ لا ما اعرفش، لان صاحب بلينكن ده انا قلت لك انا غاوي قران كريم وبحب اقرا قران كريم، بس احب اسمع يعني، اسمع من عبد الوهاب، اسمع من ام كلثوم، اسمع دوله يعني، انما ما غنيش ابدا. طب لو غنيت نعم. انا الشز، لان انا غويت القران الكريم وما عنديش اغلى منه ابدا. طب لو طلبت منك ان تغني اغنيه دينية أو موشح، تختار إيه مثلا؟ والله برضه أقول لك مش عارف، إنما يعني أنا أقول لك إيه، طلع البدر علينا ما فيش غيرها، يا ريت، ويا ريت أن أنا أقولها كويس لأني أنا مش حافظها، وبعدين يعني يا ما يعني أي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شيخ مصطفى اسماعيل، كما سمعناك تغني، اتمنى انك تسمعنا ايات الله البينات، تقرا علينا سوره تختارها لنا دلوقتي. حاضر سيدي، انا هقرا لك صوره من فضلك، وفيها طارق، يعني علشان اسمك طارق عشان نحييك فيها شويه لانك انت اكرمتني. شكرا يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل في سؤالين تقليديين في نهاية الحلقة. سؤال منهم خاص بيك كأب وزوج، إنك تقدم لنا للسادة المشاهدين أسرتك. ستي فاضلة تقية وربت أولادها كويس، وهم أولادي محمد عاطف مصطفى إسماعيل مهندس في ألمانيا وله مشاريع هناك وعايش هناك، وابني الثاني سمير مضيف في الطائرات في المطار، في طائر يعني في الليل، وابني الثالث أحمد وحيد مصطفى إسماعيل وهو مهندس في التلفزيون هنا في الكهرباء ده. وبعدين عندي ثلاث ستات أولاد يعني كلهم متزوجين والحمد لله. طب ما فيش حد في الصوت الجميل وهذه الموهبة اللي موجودة عند فضيلتك؟ لا فيه. مين فيه؟ يعني كان يعني ابني وحيد كان يقلدني زمان ويدن زيي ويقرا ايات قرانيه كده، ودلوقتي لما حتى تقول له حزجنك ما يمكنش ابدا يقرا. طب فضلت الشيخ، هل ربيتهم تربيه دينيه؟ كنت في بادئ الامر هم لسه، علمتهم في المدرسه، دخلوا المدرسه، انما كنت اوصيهم اقول لهم احفظوا القران، احفظوا يعني بعض صور، وما كنتوش تقدروا تحفظوا كله احفظوا بعد، لان الدراسه عايزين يلتفتوا للدراسه بتاعتهم، فكنت اقول لهم بقدر امكانكم احفظوا من القران الكريم شيء. وعند سمير ابني ده لما تقعد تكلمه يكلمك بالحديث ويكلمك بالقران ويقول لك ربنا قال كذا وكذا وكذا يعني كلهم. وحيد ابني يحفظ شيء من القران الكريم ويفسره كويس. طب هل تربيتهم فيها نوع من التحرر ام العكس؟ لا ده عندهم حرية كافية، بس الحرية بتاعتهم مش حرية مطلقة يعني لدرجة ان واحدة تخرج وتروح عندي كذا وتروح كذا لوحدها، لا لازم يكون معاها محرم، يا ابنها يا انا، غير كده مفيش، اخوها غير كده مفيش، ما تروحش تقعد مثلا هنا ولا هنا، ولازم ان سافرت شهر إن سافرت شهر ما فيش واحدة تخرج من البيت أبدا إلا إذا جيت، ولما يكونوا عايزين يروح مشاوير قبل ما أخرج وأسافر لحسافر شهر مثلا أقعد برا، يقوموا كاتبين كل واحدة ورقة، يا بابا اليوم الفلاني أنا هروح عند أخت كذا، وياما يا بابا أنا الريحة كذا، ودي ريحة كذا ودي ريحة كذا، ومراتي تقول لي أنا ريحة كذا، يا أولو أسامحهم يروحهم بس بمحرم برضه. طب في سؤال خاص بالتحرر أيضا، وهو هل تقبل فضيلتك انك تلبس مثلا الملابس المدنية بتاعتنا، الملابس زي بنطلون مثلا وقميص في بعض الحالات، ولا بتتمسك بالافطار؟ شوفوا لساتك، هي المسألة حسب الواحد مخد، انا طلعت كده ولا اقدرش اغير الزي ابدا، بس جيت في يوم من الايام لما سافرت انا رحت اسطنبول ورحت العراق ورحت لبنان، التقيت المفتي هناك والجماعة اللي هم رجال الدين بيلبسوا منطلون وفوق منه الكاكولة والعمة اللي هي العمة دي اللي هي شعار الإسلام، ما هي دي لازم تكون العمة دي هي يعني كده، فوجدت بقى ان اللي بيلبسوا عالي، قال لي طيب وانت مالك ومال الأفطان وما تلبس منطلون كده يلم كده يبقى كويس، وبعدين تلبس الكاكولة فوق وبعدين اهي العمة برضو، اه مش عايز انا البس العمة والكاكولة. فجيت رحت لسويلم حبيبي وصاحبي
علشان افصل عنده ما قال لي لا انت هتفصل ايه وبتاع ايه ده. قلت له يا شيخ فصل لي بنطلون واحد وخلاص. قال لي لا مش موافق وما وافقش وطوعته، لانه هو برضو اداني فكره، لان يعني لبس البنطلون والكاكولا فوقه ما فيهاش حاجه، بس القفطان ده طلعنا كده التقينا كده لبس كده لشيخ الاسلام ولبس الازهر ولبس المقرئين كده طلعنا التقينا كده. ايه السؤال اللي ما سالتوش لفضيلتك كنت تحب ان انا اساله لك عشان تجاوبني عليه؟ اين الاشرطه في الازاعه؟ اشرطه ايه يا فضيله الشيخ؟ اشرطه اللي هي بتاعه القران الكريم لي وللشيخ رفعت وللشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وكل الناس القدامى اللي هم قرأوا، والناس عايزة تسمع في المستقبل، الناس يسمعوا على مشعل فتاح، يسمعوا على الشيخ رفعت، يسمعوا على مصطفى اسماعيل، يسمعوا على ده. فين الأشرطة دي حتى أنهم يعني ما فيش غير الأشرطة الجديدة. يجي يقول لي سجل، احنا عايزينك علشان تسجل. طيب حاضر، أروح أسجل نص ساعة بتاع جديد، هو ده اللي فاضل. طيب فين اللي مصطفى اسماعيل بتاع زمان؟ فين عم الشيخ فتاح بتاع زمان؟ فين الشيخ رفعت بتاع زمان؟ التراث ده مش ملكي او ملكك او ملك اي واحد، ده ملك الناس، ملك الشعب كله، عاوز يشوف ايه. طب حضرتك ما عندكش مكتبة خاصة فيها تسجيلات خاصة بيك او السامعين؟ كل اللي انا بقدر عليه بعرف. انا مثلا رحت ميت غمر وقرأت فيها كم ليلة زمان، فبروح اسال يا اولاد ما حد يسجل لي حاجه، حد يسجل لي حاجه، يقولوا لي مسجل لنا. وطيب تعالوا هاتوا ما الاشرطه دي اما ننقلها عندي. فبنقل شويه حاجات وشويه حاجات وشويه حاجات عندي، حتى ان ديك النهار برضو واحد طلبني قلت له لا يا سيدنا الشيخ انا عندي اشرطه ليك عظيمه جدا ومستعد انك انت تيجي تنقلها، وبرضو ابني راح نقله. واحد تاني برضو في مصر الجديده عنده اشرطه قديمه من زمان قال لي عليها وجيت ونقلني، وعمالين يلم في الحاجات دي. ليه الإذاعة ما بتحفظش؟ لأن تسجيل الإذاعة خلاف تسجيل بره في الشارع أو في البتاعة أو في شيء، ما يبقاش. طب احنا حرصا منا على أنه في مكتبتنا كتلفزيون يبقى في مزيد من قراءاتك، فبستأذنك في نهاية هذه الحلقة أنك تقرأ علينا آيات من القرآن الكريم، وفي تصوري أنه دي تبقى خير ختام لهذه الحلقة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل، بشكرك وبحييك في نهاية هذه الحلقة، وبقدم لك كالعادة الأوتوغراف عشان تكتب لنا كلمة فيه. يا سيدي أنا أشكرك جدا على اللقاء ده هو، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا
بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله، نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدوا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. مصطفى إسماعيل.